السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن أنواع الغنم في مصر. أنواع الغنم في مصر، كل نوع هنوريك صوره ونديك لمحة عنه، مواصفاته وأكتر الأماكن المتواجد فيها، عشان لما تحب تنزل السوق تشتري تعرف النوع اللي انت بتشتريه نوعه ايه. تابع معايا كل حاجة بالصور، ان شاء الله هتعرف كويس الانواع بالتفصيل الموجودة في مصر. اول نوع الاول هنذكرهم على السريع كده، هما خمس انواع رئيسية، خمس انواع غنم رئيسية في مصر. الغنم البرقي، والغنم الرحماني، والغنم البلدي، والغنم الاسيمي، والغنم البرديسي. خمس انواع اساسيه. في نوعين تاني حاليا متواجدين في مصر ولكن داخلين جديد، وهي الغنم السوداني اللي هي السواكني، والغنم العساف. هنتكلم الاول على الخمس انواع الاساسيه المتواجده في مصر. رقم واحد الغنم البرقي. الغنم البرقي الفولدر ده كله كده غنم برقي. الغنم البرقي مكان تواجدها يعتبر الاساسي في مطروح، محافظه مطروح. هي غنم اصلها من ليبيا، غنم أصلها من ليبيا، غنم تعتبر من مميزاتها أهم ميزة فيها والميزة المطلوبة اللي خلت الناس حبتها، يعني إن أول حاجة صغر حجم اللية، حجم اللية فيها صغير، زائد نسبة الدهون فيها تعتبر أقل. احنا بنتكلموا على صفة خاصة، انت ممكن تجيب خروف برقي وتذبحه تلاقيه كله دهنة، واحد بيعلف عيش ودورة وخلاص على كده، ما لازم تطلع كلها دهنة. انا بتكلم على لنفس نوع العلف، يعني لو جبت خروف برقي مع خروف تاني واكلتهم نفس العلف بتلاقي الخروف البرقي فيه نسبة دهنة اقل، نسبة الدهون في الخروف البرقي اقل من الانواع التانية. انا عن نفسي بقسم الغنم في مصر لنوعين فقط لا غير، مش خمسة، ده عن نفسي انا. اربع انواع بسميهم الغنم الفلاحي، اللي هو الرحماني والبلدي والاسيمي والبرديسي، بسميهم الغنم الفلاحي اللي هي ليتها كبيره، والغنم دي كلها غنم فلاحي بتبقى متواجده في الاراضي الزراعيه، متواجده في البحيره ومقبل نواحي الصعيد، بتبقى متواجده في الاراضي الطينيه عموما يعني. والوحيد اللي هو الخروف الصحراوي هو الخروف البرقي، اللي هو الخروف اللي احنا شايفينه قدامنا ده الخروف الصحراوي. لاحظ حتى نظافته، شايف غنم في الصحراء ديت، شايف ما شاء الله غنم كبيره صفتها احمرت من الشمس فقط لا غير، انما محافظ على نظافته، الشعر الصوفه نظيفه 100%. ده خروف متربي في المدينه، ده اماكن اللي بيع الاضاحي، شوف الصفه البيضاء اصبحت ازاي، اسمرت طينت من الطينه اللي في المدينه. شوف الغنم في الصحراء، غنم صوفه انت بتشوفها صغيره بيضاء زي اللبن، ده خروف صحراوي. الخروف البرقي خروف صحراوي، مميزاته قلنا صغر حجم اللية بتاعته، أصغر حجم اللية، وزائد نسبة الدهون فيه أقل، كمية الدهون فيه أقل. مشكلته رقم واحد التوأمية فيه منخفضة، يعني بنسبة حوالي 15% بس توائم، يعني لو 100 نعجة ممكن 15 بس أو 10 يجيبوا توائم والباقي كله فرد فرد. معدل تحويله يعتبر اقل معدل تحويل، لان الخروف ده من الاحجام الصغيره، اصغر خروف في الحجم بتاعه. الخروف عمر سنه يتراوح متوسط وزنه 60 كيلو، عمر سنه متوسط وزنه 60 كيلو، من 55 ل 60 كيلو كمتوسط. معدل التحويل من 6 ل 7 كيلو، في اكتر من كده ما بنتكلموش على الحالات الفرديه، في اكتر وفي اقل، انا بتكلم كمتوسط. متوسط معدل التحويل من 6 ل 7 كيلو في الشهر كمتوسط، ده يعتبر الخروف البرقي. الاماكن اللي موجود فيها قلنا مطروح واسكندريه، مطروح واسكندريه ده الخروف الاساسي في المنطقتين دول، مطروح واسكندريه الخروف رقم واحد هو الخروف البرقي. دي كلها صور غنم برقي. طيب النوع الثاني وهو الغنم الرحماني. الغنم الرحماني تعتبر من أهم مميزاتها ما شاء الله معدل تحويل ممتاز، معدل تحويلها ممتاز، وأحجامها ما شاء الله الخروف بيوصل 130 كيلو عادي لو هتسمن يعني وتكبر، 130 كيلو 140 كيلو ما شاء الله يوصل،
بس مش هيبقى عمر سنة. هنتكلموا على احنا هنتكلموا عن عشان نبقى المقارنة متساوية للكل. احنا قلنا الخروف البرقي عمر سنة متوسط 55 60 كيلو، الخروف الرحماني عمر سنة ممكن يوصل، خروف متقاس طبعا بنتكلم عن الخروف كمتوسط، كذلك الخروف الرحماني عمر سنة متوسط المفروض يعني ما يقلش عن 80 كيلو، ما يقلش عن 80 90 كيلو عمر سنة، متوسط وزنه 80 90 كيلو. بس طبعا معروف حجم ليته كبير، وادي شكله الغنم بتمتاز باللون الاحمر، الغنم البرقي اللي فاتت بتمتاز باللون الابيض، ولكن فيها بعض نرجعه معلش بسرعه كده، الغنم البرقي عشان برضك من ناحيه اللون لاحظ يغلب عليها اللون الابيض والرقبه حمراء او الرقبه سمراء، بس في اهو في غنم اللون بتاعها اهو ده برقي، برقي حر برضك اهو احمر في ابيض، وفي اهو يغلب عليه اللون الاسود اغلب جسمه اسود، ففي ولكن تلاحظ الاغلبيه ابيض، الاغلبيه ابيض الجسم ابيض والرقبه سمراء او حمراء، ولكن طبعا وهدي برضه يعتبر برقي، نشوف جزء كبير احمر واحمر وهي نص ابيض ملون يعني، وابنها برضك نفس النظام. فده الالوان بيغلب عليه لون ابيض الخروف البرقي. اما الخروف الرحماني ده علامته اساسيه لونه يعتبر معظمه احمر، غير كده معظم مش لازم كله احمر، فيها اوريك في غنم دلوقتي اهي ده هو كله رحماني، رحماني اصلي، شوف رحماني كله رحماني، شوف بيبقى في بعض في الوش بيكون فيه اجزاء بيضاء، وفي في الجسم ده كل ده رحماني، رحماني اصلي. شوف هنا في اجزاء بيضاء ظاهره فيه اهي، ممكن يكون الاب بتاعهم ابوهم في اجزاء بيضاء وطلعت في الابناء، ده كله رحماني يغلب الاحمر، بس ساعات بيطلع فيه رحماني اسود برضك كده مايل للسواد، اللونين دول ما بيطلعش بره. دي الغنم الرحماني. طبعا سيبك من الابيض ده، احنا كلام الرحماني اهم الثلاثه دول، الثلاثه دول هم الرحماني، ده مش رحماني، ده طبعا الصور مجمعها من على النت. شوف اهو الرحماني اللون احمر ده اساسي، الوش ساعات يبقى ابيض في اجزاء بيضاء، اجزاء بيضاء في الجسم مفيش مشكله، ولكن العلامه الاساسيه زي ما انت شايف كده، انا بوريك الصور عشان تبقى وصلت المعلومه، اهو رحماني كل دول رحماني. لاحظ شكل الصوف، شكل الصوف او لاحظ الفرق ده، الفرق ده اللي ما بين الشعر ده بيغلب على الغنم، يعني ده بيوريك من خلال الصوره بيبان لك لو انت مش مركز شكل الصوف عامل ازاي، لما بتكبر ده لسه ده صوفته لسه صغيره لسه ما فلتش، اول ما بتكبر بتلاقي على طول الغنم الرحماني صفته بتفلى كده، شعرته بتبقى ناعمه انعم من الغنم الرحمن من الغنم البرقي. طبعا واضح ما فيش وجه مقارنه من يعني معلش هنقوله الاعمى هيميز ما بين الرحماني والبرقي، ادي قلنا الرحماني ما فيش لونه غير لون احمر يغلب عليه لون احمر، اذا كان في اجزاء ملونه زي كده اهي ما فيش مشكله برضك عادي، بس اغلبه احمر، شوف احمر واسود، في حاجات بيضاء بتبقى حاجات تانية هنقولها دلوقتي هنذكر انواعها، ونشوف حجم الليه. في حجم الليه كبير ده مش برقي، واضح ما تقولش ان ده ابيض برقي، لا هوريك دلوقتي في انواع تانية تشبه البرقي في لونه فقط لا غير. يبقى البرقي ليته صغيره ويغلب عليه اللون الابيض، الرحماني واضح احمر وليته كبيره، شوف الليه بتتهز ازاي، شوف ليته وهو ماشي بيتهز ازاي من كبر الليه، حجم ليته كبير. ميزه الرحماني قلنا معدل تحويل عالي ممكن يوصل 8 9 كيلو في الشهر، اوزان تقيله احجام كبيره، توأميه عاليه بنسبة على الأقل 50-60% في القطيع بيطلع توائم وتزيد عن كده كمان، يعني لو 100 نعجة ممكن تطلع 60 نعجة ممكن يطلعوا توائم. مشكلته الوحيدة في كبر حجم اللية، زائد بيشيل نسبة دهون عن أعلى من الغنم البرقي. دي كده الغنم الرحماني، وريتك كل الصور الغنم الرحماني واضحة مفيش فيها كلام، كده واضح شكل الخروف الرحماني، مفيش حد يجيب لي خروف أبيض ويقول لي خروف رحماني خالص، مفيش خروف رحماني أبيض نهائي، الخروف الرحماني أحمر فأحمر، ساعات تبقى الراس بيضة في جزء أبيض في ناحية معينة ماشي، ده كده الخروف الرحماني. الخروف التاني الخروف البلدي، الخروف البلدي يشبه الخروف البرقي في ألوانه زي كده، يشبه الخروف البرقي في الأول، بس لاحظ شكل الصوفة، شايف الصوفة دي ركز معايا، شايف الصوفة هي تشبه صوفة الرحماني، دي هي غنم رحماني مش كلها مش كلها بلدي، دي كده دخلنا على الغنم البلدي، مش شايف ده هنا دول رحماني، شكل الصوفة هوريك فيه صورة هنا الاتنين مع بعض، أهي أهي ده خروف رحماني الأحمر ده رحماني وهو الخروف البلدي، شوف لاحظ
الاثنين الصوفة زي بعض، الصوفة الاثنين يعتبروا زي بعضهم، ولكن طبعا اللي يميز البلدي عن البرقي طبعا معروفة، مفيش فيها يعني واضحة، لخليك انت مش عارف تميز شكل الصوفة اللية، مفيش فيها كلام. اللية البلدي زي لية الرحماني بالضبط، كبيرة وحجمه ومواصفاته وشكله قريب من الغنم الرحماني، يعني تقدر تسميه غنم رحماني بس شعرتها بيضاء، ولكن لا، خروف الرحماني حجمه بيبقى أكبر من الخروف البلدي. دي الخرفان البلدي، أي خرفان بلدي، كلها خرفان بلدي دي. لاحظ حجم اللية بتاعه. طبعا في حاجة عندنا طبعا انهوت اسمها هلبي، اللي هو الخروف هجين، احنا بنتكلم على السلالات الأصلية ما بنتكلمش على الخلايط. ففي خليط هتلاقي برقي على بلدي هيعتبر كأنه بلدي، على حسب ما طلع، طلع أقرب للبلدي هيبقى بلدي، طلع أقرب للبرقي هيطلع برقي. فبيحصل لبس في شكل الصوفة من الخرفان الخليط. دي كده هي الغنم البلدي، اهي صورة واضحة الغنم البلدي زي ما انت شايف. شوف الديول اللي هي بتاعتهم كلها عريضة، غير لية الغنم البرقي. الوانه قريبة منه، ولكن الشكل واضح من ناحية الصوفة ومن ناحية حج اللية. دي كده الغنم البلدي. معلش احنا ما تكلمناش على الغنم الرحماني مكانها فين. الغنم الرحماني ما ذكرناش المكان بتاعها فين. اكتر مكان متواجد فيه في البحيرة، اكتر مكان متواجد فيه الغنم الرحماني في البحيرة. البحيرة فيها غنم رحماني كتير. طيب، وقلنا الغنم البلدي موجودة كذلك في البحيرة، ولكن الأشهر الرحماني. موجودة في البحيرة الغنم البلدي، موجودة في البحيرة، موجودة في القاهرة، موجودة في الأليوبية الغنم البلدي، موجودة في طنطا، ولكن في البحيرة قلنا الأشهر الرحماني. دي كلها تعتبر غنم بلدي. طيب، دي أوضح صورة على فكرة للغنم البلدي، واضح حتى من شكل صوفتها اهي، لان دولة الصور دي غنم بلدي اصلية. لاحظ، ممكن الغنم دي ممكن ما تكونش بلدي، تكون غنم مهلبة اللي هي برقي على بلدي، برقي على بلدي. لاحظ الفرق بين دي وبين دي، شايف دي الغنم البلدي الاصلية، شايف شعرتها عاملة ازاي، زي شعرة الرحماني الاصلي، دي الشعرة بتاعتها. هتبص عليها من ورا طبعا مش باينة ليتها، لان الصور خدها من النت، هتشوفش ليتها نفس اللية دي كده. فدي الغنم دي قد تكون برقي على بلدي، خليط، بس من حجم اللية بتعامل معاملة البلدي في كل حاجة. طبعا مقارناش من ناحية الأسعار، من ناحية الأسعار أغلاهم البرقي، أغلى خروف البرقي، الباقي كله يعتبر زي بعضي، الرحماني والأسيمي والبرديسي، أو بمعنى صح البرديسي لأن هو متواجد في الصعيد، لسه ما وصلناش، نوصله الأول وبعد كده سهل. كده قلنا الغنم البلدي خلصناها، فاضل الغنم الأسيمي. الغنم الأسيمي مشهورة فين؟ مشهورة في المنصورة. الغنم الأسيمي مشهورة في المنصورة. طبعا الغنم البلدي برضك التوأمية فيها عالية على فكرة، التوأمية فيها عالية. عشان نريحك، الأنواع الفلاحي كلها التوأمية فيها عالية، الرحماني والأسيمي والبلدي والبرديسي التوأمية فيهم عالية، البرق الوحيد اللي التوأمية بتاعته منخفضة، الأربعة معدل تحويلهم عالي فيما عدا أو الثلاثة، الرحماني والأسيمي، الرحماني والأسيمي والبلدي معدل تحويلهم عالي، البرقي والبرديسي بس هو اللي يكون معدل تحويله واطي. كده احنا وصلنا للغنم الأسيمي، واضح. شوف الغنم الأسيمي، الغنم الأسيمي ميزة أساسية فيها اللون الأبيض، وزي ما انت شايف اللطعات السوداء في الوش، ويغلب عليها اللون الأبيض، ورجلها طويلة. إذا كانت الصور مش موضحة لك على الطبيعة هتبان، الرجول طويلة، الرجول الغنم الأسيمي لاحظ رجليها طويلة عن الغنم التانية كلها. دي الذكور بتاعتها، التانية كانت نعاج كلها. النعاج الغنم بتمتاز برجولها الطويلة،
اللي هي زي ما انت شايف كلها ليتها كبيرة. قلت لك انا الاسيمي والرحماني والبلدي كلهم اغنام ليتهم طويلة. دي عشان لاحظ الرجول نفسها بتحس ان الخروف رفيع عالي، رجليه زيادة عن الغنم التانية. لو عاوز تلاحظ الفرق شوف الفرق، اوريك صورة على طول بسرعة للغنم البرقي. شوف طول رجل الخروف البرقي زي ما انت شايف، انا وزير خروف واحد منفصل كده، شوف اهي، شوف الرجلين طولها قد ايه. سيبك من ده، الكاميرا قريبة مش مبينه. شوف النعجة اهي رجلها قد ايه، واضح في طول الرجل. شوف الغنم الوسيمي، لا الغنم الوسيمي رجليها واضحة طويلة مفيش فيها كلام. الأوضح في الغنم الصغيرة أهي، رجلها بتكون طويلة. طبعا دي ميزة في شكلها بتميزها، يعني بتيجي عندنا في السوق بعض الغنم الوسيمي بيبان من رجلها عرائبها طويلة عن الغنم البرقي. ده كله غنم وسيمي. توأميتها ما شاء الله عالية ومعدل تحويلها عالي ما شاء الله. غنم اهي سبعينات وثمانينات ما شاء الله، بتوصل اوزان تقيلة. توأمية ما شاء الله، في واحدة هنا جاية بثلاثة ما شاء الله، بتجيب بالاثنين وبالثلاثة. أكتر مكان متواجدة فيه المنصورة، سعرها في المنصورة يعتبر هي أغلى غنم في المنصورة. في المنصورة، لكن أنا بتكلم على مستوى مصر أغلى غنم البرقي، ولكن في المنصورة يعتبر الغنم المفضلة هي الغنم الأسيمي. يعني الأسيمي والرحماني موجودين في المنصورة الاثنين، ولكن المفضل عندهم الأسيمي. الأسيمي أغلى من الرحماني في المنصورة. الرحماني طبعا احنا قلنا موجود في البحيرة وكفر الشيخ. طيب كده فاضل النوع الأخير الخامس، هو الغنم البرديسي. الغنم البرديسي دي متواجدة في الصعيد، بيسموها برديسي والناس بتسميها كوليبي تقريبا تقريبا. دي الغنم واضح ميزتها مفيش فيها كلام، يعني مفيهاش ودان. لاحظ الودان مفيش ودان خالص، شكلها واضح غريب شويتين. غنم بتمتاز ان مفيش فيها ودان، او ودانها ودن القطة زي ودن القطة. لاحظ كلها غنم من غير ودان. الوانها فيها الوان مختلفة زي البرقي، ولكن وشكلها يشبه الى حد ما البرقي حتى في الصوفة الى حد ما اهو. بس طبعا ليتها كبيرة زي ما احنا شايفين، اللي هي كبيرة او تشبه الى حد ما في صوفتها الغنم البرقي، ولكن اللي اهو الصوفة يعني تشوفها من بعيد لو ليه ودان ممكن، وليته صغيرة ممكن الناس تختلط بيه وتحسبه برقي. اهي اقرب صورة نفس شكل الصوفة بتاعة البرقي، بس الغنم من غير ودان وحتى نفس القرون ونفس الشكل والألوان، بس ليته كبيرة ومن غير ودان. دي الميزة بتاعته، الودان هي اللي بتوضحه خالص. دي غنم بتبقى موجودة في الصعيد، معدل تحويلها برضك زي معدل تحويل الغنم البرقي ما تفرقش كتير. التوأمية عندها عالية ما شاء الله، دي بتجيب بالاثنين والثلاثة برضه الغنم البرديسي. كده دي يعتبر الخمس أنواع الأساسية الموجودة في مصر. إن شاء الله تكون وضحت الصورة بتاعة كل نوع، ولمحة بسيطة بقى عن النوعين الجداد اللي هي الغنم العساف. فين الغنم العساف والغنم السوداني؟ الغنم العساف اهي، دي غنم مش من عندنا أصلية، بس غنم دي جاية من فلسطين، متواجدة في سينا في العريش. طبعا غنم ما شاء الله بتمتاز، أول حاجة ما فيهاش ليه خالص، تاني حاجة معدل إنتاج اللبن ما شاء الله زي ما أنت شايف كده الضرع الله أكبر في الحليب ما شاء الله، زائد أحجامها ما شاء الله بتوصل تقيلة، أوزانها ما شاء الله الذكر ممكن يوصل 150 كيلو. مشكلتها عندنا طبعا إن الذكر والنتاية من غير قرون. هوريك شكل الذكر أهو، كان في صورة هنا للذكر، لا في صورة أنا كنت منزلها للذكر بس للأسف ما الظاهر ما نزلتش. المهم هو نفس الذكر نفس النتاية، أبيض من غير قرون. مشكلة الذكر إن هو من غير قرون، فمن غير قرون ما عندوش سعر عندنا في السوق، بينزل السوق بينزل من ثمنه كتير، رغم إن هو ما فيهوش ليا خالص، يعني كله تصافي لحم، ولكن
ما حدش بيقبل عليه في السوق، دي مشكلته عندنا في مصر لسه ان هو من غير قرون. ناس هترد عليا في السعوديه وفي دول الخليج بيقول لك ده الخروف من غير قرون مفضلينه احسن. لا، انا بقول لك كل بلد وليها نظام. عندنا هنا ناس بتضحي لازم خروف يكون ليه قرون، وهنا اعتمادنا الاساسي في الغنم على الاضاحي لو بتباع بسعر كويس. فالاضاحي محدش بيحب يضحي بخروف من غير قرون، فكله عاوز خروف بقرون، فبالتالي ده ما بيكونش ليه سعر، سعره بيكون رخيص خالص. مين اللي ياخده؟ ياخد الجزار، والجزار ما بياخدش غير الرخيص. وطبعا في نفس الوقت حتى الجزار بيخاف يتباع ويلاقي لحمته متغيره، ان هو خروف جديد علينا مش عندنا من زمان. وقلنا طبعا اهم ميزه فيه اللبن، والتوأميه عنده عاليه ما شاء الله، بتجيب بالاثنين وبالثلاثه ما شاء الله عليه، وبتشبعهم، ومعدل تحويل فوق الممتاز في الغنم العساف، تعتبر اعلى معدل تحويل، ممكن يوصل 10 كيلو في الشهر. النوع الثاني الغنم السوداني، ودي شكلها الغنم السوداني، ناس بيقولوا عليها سواكني. موجود طبعا الغنم العساف اللي فاتت موجوده في سيناء والعريش الاساس، لانها بتيجي من فلسطين. الغنم السوداني ديت بتبقى موجوده في اسوان، بس بتنتشر، ما بتروحش يعتبر غير في مصر. في القاهره عندنا، القاهره تعتبر بلاعه للاغنام كلها، لاي حاجه، سوق لكل حاجه، اي حاجه لو كلاب وقطط هتتباع فيها القاهره كل حاجه هتتباع في القاهره. فالغنم دي متواجده طبعا الاساس في القاهره، غير كده بتبقى ملياش طلب خالص. هي تمتاز بلحمتها الحمراء ما فيهاش دهون، ولكن لحمتها اسيه شويه، طعمها مختلف عن اللحم بتاعنا، عن الغنم بتاعتنا، لا طعمها مختلف. وكذلك طبعا الذكر، هو في قرون الذكر مش مفهوش، بس هو شكله يختلف، الناس بتخاف منه، تقول لك ما اعرفش شكله ايه طعمه ايه، ولكن انا مجربه لحمته تختلف، زي لو تقدر تشبه لحم الجمال ولحم البقر. اللحم الغنم السوداني اعتبرها لحم جمال، واللحم البلدي بتاعتنا الغنم البلدي بتاعتنا اعتبرها لحم البقر. ده الفرق ما بينهم. لحمه الجمال بتكون جبس ناشفه جافه ما فيهاش دهون، كذلك لحم الغنم السوداني. في النهايه طبعا كده ان شاء الله تعرفنا عن اهم انواع الغنم في مصر. طبعا الخروف السوداني ده سعره رخيص عندنا في مصر، هو رخيص في كل مكان يعني. في النهايه طبعا ما تنساش كده، خلصنا انواع الاغنام في مصر. لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه يسرك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.